بالتقرير الثاني الشاعر بسام أبي أنتون رح يخبرنا عن محبته لعصام رجي. منتابع هالتقرير. امبارح مرقت حد البيت وقالت لي حكيني، قلت لها شو بدك مني بحالة ركيني. عصام رجي كان حلم كبير بالنسبة لإلي. أنا ابتديت معه كورال، أنا وأصدقاء لإلي وأصحاب، بحفلة بالأردن. ما بيجي المقدم، بيجي بعيط لي بيقول لي اليوم بدك تثبت لي جدارتك، مثل ما بتقول رديت بدك تطلع تقدمني هون، وانت وشطارتك. انا مش هون بدك هون ولا جوك بعد وعجوي، مش انا يلي بغيرت انت اللي غيرتي. بعد الحفلة كمشني قال لي تعال، ما زال انت قدرت تعمل هيك ارتجالي، يعني انت قادر تكتب اغاني. وبلشنا بهي الموضوع. كنت بقلبي شمعة حب الليل ضويها، فجأة قلبك غير حب وهالشمعة تضيئها. أنا تعملت مع أستاذ عصام ب12 أغنية، منهم أنا وإنت، منهم بدي أرقص بدي غني، امبارح مرقت حد البيت، وكذا أغنية. ولكن في أغنية أنا بعتبرها هي قمة مكتبة لعصام رجي، وهي شوارع بيروت. كل ما بتشدي الدنيا بتذكر تقول يا ريتي معي معي على طول. بمهرجان كفرشيما سنة 1999 قدمته بقصيدة لأستاذ عصام. لما الصدق بالفن كان المحترف، عصام رجي يومها الفن محترف. ما في كبير بالفن ما بلش صغير، وغير ما يكون بكم طيار انجرف. لكن عصام رجي ابتدى اسمه كبير، وأجمل ورود اللحن عامه له قطف. غنى صلاة الزين بصوته الأدير، ومن منهل الأطرش نغم خالد غرف. هز النواعم بخصور من الحرير، ومش بس بلبنان بالشرق انعرف. عبد الحليم حافظ شكر فنه كتير، وعبد الوهاب بسحر ألحان واعترف. هودي حقايق مش دعاية عم تصير، وغير الحقيقة هون ما عندي هدف. شكرا للشاعر بسام أبي أنطون. الفنانة ديانا حداد جددت أغنية لقيتك والدنيا ليل، ولقيت انتشار كتير واسع بالوطن العربي. رح نكون عم نسمع هالأغنية على مسرح The Stage، وإنما بطريقة مختلفة.
باسم فغالي، شكر كتير كبير للميجا ستار باسم فغالي يلي الليلة استحضر شخصية الفنانة ديانا حداد. باسم دايما بيفاجئنا باختيارات شخصيات منحبهم، شخصيات فنية كتير منحبهم وبيهتم بأدق التفاصيل. صحيح. المطرب عصام رجي شارك بعدد كتير كبير من الأعمال المسرحية اللي بتحمل توقيع الكبير روميو لحود. ضيفتي وضعت لمساتها على هالأعمال وكانت عارفة وشاهدة على الأمور يلي كانت عم تحصل على المسرح وبالكواليس. بسرني رحب بمصممة الأزياء بابو لحود. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء الخير حبيبتي. مساء الخير. اشتقنا لك بابو. أنا كمان. بال 65 الكبير روميو لحود عامل المسرح الدائم، مسرحية موال. مزبوط. جمعت عصام رجي مع جوزيف عزار وسمير يزبك. ليش تم اختيار عصام رجي انه يكون مشارك بهالعمل؟ أول مرة. نعم. أول مرة لأنه عصام سمير يزبك وجوزيف عزار شاركوا مع بمسرحية روميو الشلال ببعلبك. صحيح. بس بعد ما كان تم اكتشاف عصام. عصام بلش روميو بموال ومن وقتها روميو ما عاد فلته. ما فلت ثلاثة. بس كل واحد ليش كان متمسك فيها هالقد؟ متمسك بثلاثة كمان. نعم. بس تعرفي لأنه عصام عنده صوت دافي دافي وحنون ومثل المخمل، ما بعرف إذا بينقال هيك شيء. كان يعطيه أغاني عاطفية وشكله هيك كمان شاب حلو هيك كان وناعم وصغير، كان أصغر من الباقيين وقتها. وكان بده عدة أنواع أصوات، يعني بتعرفي جوزيف عزار جرس صوت الجرس قوي هيك. نعم. وسمير يزبك كان فولكلور اللبناني والها، هو جاب نطاق جديد. يعني بكل الأحوال إن كانوا تريو يعملوا هالتوازن توازن، بس كل واحد كان ينعطاله الغنية اللي لازمة لصوته ولا شخصيته كمان. وهذا المعروف التكيف. يعني بالكبير روميو لحود كيف كان يختار يعني ولا. الأغاني يعني حسب كان الصوت. عصام عمره 20 يمكن أو 21 وقت بلش مع روميو. المسرح الدائم استمر 3 سنين. أزاي وجود عصام رجي أكيد مع زملائه كان داعم للسياحة اللبنانية بوقتها. كتير كتير، يعني ثلاثتهم كانوا يعني الداعمين. ومثل ما قلت لك كل واحد يعطي ناطق جديد، جار يعني نوعية جديدة للغنية. شفتي؟ ومسرح الدائم كان يشتغل 12 شهر بالسنة يعني. نعم. وكانوا السواح يجوا كمان، الناس اللبنانية يجوا يسروا. كان مسرح دائم فولكلوري، إذا كل واحد كان يغني غنيات فولكلورية بس عن نطاق صوته. نعم. مثلا عصام أول غنية بهيدي باب الدسيا لأنه كانت كتير حلوة وعاطفية بموال، غنى هبي مع الهوى. نعم. ليش عزيزة على قلبك هالأغنية؟ فيها رومانسية كتير. رومانسية كتير، وأنا بحب صوته لعصام حقيقة. وفي هيك في حب، بتحس الحب فيه يعني. شفتي كيف اسمها هبي مع الهوى، وموسيقى روميو وكلمات ليه بحبها كمان لانه الكلمات بي الوالد كتبها، بي اللي يعني ما كان يكتب اغاني ولا شيء، بي سياسي كان كتير. بس روميو هو كان عنده هوايه يكتب، عمل له اياها كثير حلوه كانت. مثل ما ذكرتي بابو انه كل شخص كان عنده نوع معين من الاغاني والاجواء يلي كان يضيفها للعمل، هل اختلاف خلق خلافات؟ ابدا. ما كان في منافسه موجوده بيناتهم؟ لا، لانه كل واحد كان ينعطى له حقه وكل واحد كان يغني الغنيه اللي لازمه لإله. شفتي كيف؟ لصوته وينعطى له الدور اللي هو بيقدر يأديه مزبوط. كان في صداقة بين الثلاثة، كان ينتقل هالجو الصداقة للكواليس. كان في تكامل يعني بالصداقة ويساعدوا بعضهم يعني. قد ايه كان يرتاح عصام رجي بأجواء المسرح ومع زملائه بأعمال روميو لحود؟ أنا بفتكر كان مرتاح كتير لأنه اشتغل مع روميو 16 عمل، يعني 16 عمل مش قليل يعني، من ال 65 لل 74 وما كان يتركوا روميو. حتى بتذكر وقت عمل كونترا روميو مع لي جونيس ميوزيكال دو فرانس بفرنسا، بعت بس عصام مع الفرقه
الفرقة كانت كل سنة على 3 سنين تبرم جهة من فرنسا يرقصوا ويغنوا ويعملوا المسرحية تبع موال، بس يعملوها مع فرقة تانية يعني غير فرقة كانت تشتغل، وفي فرقة تانية كانت تشتغل بالفينيسيا. شفتي كيف؟ كتير حلو. من بتذكر من 68 لل 71 كان عصام اللي كان يغني، ما يمثل البرنامج، كان المفروض سمير يجي بس ما قدر اخذ فيزا. بس راحوا على شمال فرنسا، على جنوب فرنسا، على جنوب وحتى على المسيف سنترال، يعني نص فرنسا. كانت من نصيبه يعني لعصام رجي هالتور. ايه، وكمان روميو كان يحن كثير تقلي كدغري. طيب نحن كان يحبه كثير، واضحه المحبه يعني وهالعمل، يعني ما حدا بيشتغل مع الثاني هالقد وقت اذا ما كان في محبه متبادله. كان مثل الابن المدلل اكثر. مثل ما ذكرتي انه دائما روميو لحودي بيختار الاغاني حسب الصوت، وانما ايضا كمان معروف عنه انه بيختار الشخصيات اللي بدها تنلعب حسب الشكل كمان. شو الشخصيات اللي كانت يعطيها دائما لعصام رجي؟ المغروم. هالقد رومانسي. لانه شكله حلو ووجهه كان حلو وكان واصغر من الباقيين، يعني مثلا اذا في ضيعه مثلا في تنقول السيناريو في شاب مغروم ببنت عصام. هيك يعني اغلب الاوقات كان ادواره هيك. وانت بهالاعمال كنت مصممه الازياء، هل شي مره عصام رجي طلب انه تعدلي له شيء بالزي او يعترض ما يحب يلبس لباس معين؟ عنده كان اعتراض هو، بس مش هو لوحده، يعني في غيره كمان ما بده يحط شيء على راسه. ليه ما بحب يحط شيء على راسه؟ ما بيحب، ما بعرف، ما كان يحب، يعني كنا نعمل بتاي يعني. لا بدك تحط له. ومين يربح؟ اوقات روميو يجي داخل يقول لي ما عليه اذا هو ما حطها. يعني اللباده بشعه، بدها تبشعه، بلاها ما تلبسي لباده مثلا، يعني اشياء هيك. 16 عمل يعني بنكسر وبنجبر. مشيها ايه، وغيره مثل بده يكون اهلك فرشي ما بيحبوا يحطوا شيء على راسهم لانه ملحم بركات كمان ما كان يحب يحط شيء. كلهم متفقين على هذا الموضوع. من الاغاني يلي غنيها عصام رجي يلي بتحمل توقيع روميو لحود اغنيه قديش قضينا سوا. اي شو بحبها. ليش بتعتبريها انه بتبكي الحجر؟ بتبكي الحجر صحيح. ليه؟ لانه كلماتها اذا بتسمعيهم مضبوط كثير فيهم. هالقد بتاثر فيك الاغنيه؟ كثير كثير بتاثر فيي، وكنا وبتذكر كان هو يغني وهالغنيه كثير كانت حزينه، وبالاخص يرقصوا على صوته ناديا جمال وكغام. ولازم كانوا يفترقوا مفروض، بفتكر هاي الغنيه كانت، والفرقه تشوفي كل الفرقه متاثرين بس لانه كمان عرف يوصل يعني. ايه عرف يوصل الاحساس بطريقه صادقه. ما في مثله، كان ما في مثله. انا كثير زعلت وقت أكيد، ورح له كان صدمة. وواضح محبتك يعني أنت عم تحكي عنه. حقيقة إيه. وأكيد يعني محبة روميو لحود كانت كبيرة لإله، مثل ما ذكرت. هالقد مهذب ولطيف يعني شو بده الواحد. كل الضيوف حكيوا عن أخلاقه وشخصيته ولعصام رجي. أخلاقه كانت كثير حلوة. مصممة الأزياء بابو لحود، أنا بدي أشكرك لأنه كنت جزء من هالحلقة التكريمية، وأنا دائما بنبسط بوجودك معي بالحلقة. ميرسي كثير. شكرا. أنا انبسطت كثير. تفضل. لانه كان لازم احكي بشخص بحبه كفنان وبعتبره عندي كثير اعتبار له، وكثير زعلت وقت تركنا، راح بكير. ونحن بنحبه وبنحبك كثير بابو لحود، شكرا لك. تسلمي. وهلا رح نروح مع فاصل اعلاني ورح نسمع مدلي بصوت كريم رجي. ملازم تهجري حبي، ملازم هواكي حط بقلبي، ملازم
بعد بالجيش بعد بالجيش ما كنت ملازم صرت جندي تحت أمر الأحداث حبيبي لضل حبك طول ما عايش أنا لضل Thank you.